أخي المزارع، عند زراعة الفاكهة المتساقطة خلال شهر أكتوبر يتوجب الاهتمام بالتوصيات الزراعية التالية. الري يكون في الأراضي القديمة مرة كل 10 إلى 15 يوما حسب درجة الحرارة وطبيعة التربة، وبمعدل 10 لترات من الماء لكل شجرة مرتين أسبوعيا. التسميد، يمنع التسميد المعدني خلال هذا الشهر، ويتوجب مقاومة الثاقبات بأحد المبيدات الموصى بها.